رجعكم تاني بعد الفاصل وانضم لنا اتنين من ضيوفنا الكبار، نجمنا الكبير وبشكان الكره المصريه والمنتخب المصري في الملاعب التركيه كابتن عبد الظاهر. ازيك كابتن عبد الظاهر؟ اهلا بيك. محمد ازيك حبيبي؟ حللنا رياض الشهير والمعلق نقول صاحب التوقعات اللي كنت متابعه في مباراه المقاولة العرب اول ما اتكلم على محمد سالم وقال محمد سالم هيعمل الفرق مع المقاولة العرب، فعلا بعدها بشويه يعني اكد صحه كلامه الدكتور طارق ادوار. الدكتور طارق اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن محمد واهلا بالساده المشاهدين. يعني اكيد كابتن عبد الظاهر موضوع مهم جدا خروج النادي الاهلي من بطوله الدوري رابطه الابطال الافريقيه وذهابه لبطوله الكونفدراليه اللي حقق بطولتها في النسخه الماضيه. ما فيش شك طبعا احنا بنتكلم على نادي كبير، نادي زي بحجم النادي الاهلي طبعا اكيد كل الشارع المصري مش الاهلاوي بس لكن الزملكاوي والمنتخب مصر، لان علاقه النادي الاهلي بمنتخب مصر علاقه قويه جدا، علاقه زي ما نقول طول عمرنا بنقول طالما الاهلي والزمالك بخير منتخب مصر بخير. وعلى مدار التاريخ اللي بيقول الكلام ده ان احنا طول ما احنا عندنا لعيبه الاهلي والزمالك في مستوى كويس وماشيين كويس فالمنتخب مصر بيبقى كويس، دايما بنعتمد عليهم في منتخب مصر. النهارده طبعا انا بسميها كارثه كرويه بجد، يعني كارثه كرويه. طبعا كارثه كرويه من نوعها يعني حاجات بتحصل اول مره اشوفها من في كوره، حاجات فنيه كمان بشوفها انها ممكن يعني انت عارف ان انا ما مش عايز انت يعني اتكلم براحتك، احنا في حاجات بنقول وجهه نظر. في حاجات يا محمد قالب به ما حصلتش، يعني مش موجوده خالص في الملعب. مش عارف الله يكون في عون طبعا اداره النادي الاهلي في المرحله ديت، الله يكون في عون اداره الجماهير اللي موجوده، المنظومه كلها فيها فعلا ارتباك. العنصر الاساسي اللي هو اللي انا شايفه فنيا اللي احنا ما عندناش تيم النادي الاهلي، يعني زي ما كل لوحه وتشخبط عليها. لما كانت فتحي مبروك جه ومشي ساب لنا رمضان صبحي، ساب لنا بامبو، ساب لنا مجموعه من الناشئين طلعوا، الاولاد دي لو خدهم بس دول بس والنادي الاهلي خسر الدوري كنا زماننا بنقول احنا بنبني فريق او احنا بنعمل حاجه للنادي الاهلي. بس بالطريقه ديت لا انت عندك لعيبه طلعت ولا انت عندك فريق تيم كويس تصبر عليه يمكن في المرحله الجايه يبقى كويس، فعشان كده انت خسارك كتير قوي جدا. لو جيت تقول لي على رايي الشخصي اللي هو متواضع اللي انا ماشي فيه، لا انا مطلوب الجراحه والجراحه السريعه الموجوده دلوقتي حاليا. اولاد النادي كلهم زعلانين كمدربين وكموجودين او محبين للنادي الاهلي. القرار في ايد الاداره وان شاء الله ربنا يوفقهم. طالما اتكلمت على الجراحه معانا اكيد جراح طبعا ومحلل ومعلق. انا دايما بستمتع بتعليقاتك ونقول رؤيتك المستقبليه دايما للهجمات. المباراه وانت قاعد تتفرج عليها قريتها ازاي؟ قريت ان هو الاهلي خسر مع سبق الاصرار والترصد. الله، زي الاعدام كده. النهارده اعدم النادي الاهلي. اعدم النادي الاهلي. ايه الكلام الجامد في ده؟ في خمس ايام فقط. ارجع للدكتور طارق وهو بيقول الكلام ده بعد اذنك يا كريم، كلام مهم جدا. فاعدام النادي الاهلي حصل مع سبق الاصرار والترصد، وفي خلال خمس ايام النادي الاهلي خسر الدوري. ما تقوليش ان النادي انت نويت في المقاولة العرب برضه على ماتش العوده. ايوه. وقلت ان كان المفترض ان انا الموقف ده موقف اتعرضت له وواضح جدا ان في نواحي قصور ما يعملهاش ترزي، يعني لو جبت اي ترزي بيفصل بدل وجبته يفصل النادي الاهلي في الشويه دول هيبقى احسن. لو جبت واحد مع احترام المهن مبيض محاره جبته كده من شغلانته من صنعته ودخلته الملعب مش هيعمل هذا الكم من الاخطاء الرهيب في المباريات الثلاثه الاخيره. البهلوان اللي هو في الصوره ده اللي عامل يتنطط ده اصلا هو النبي عايزين ما ننزلش بالحوار شويه. لا لا انا بص انا بقول على الكلام على مسؤوليتي وانا برضه بقول على مسؤوليتي، يعني انا راجل واقف عامل شو زي البلاتش اللي واقف يتنطط في البتاع ما عملش حاجه. خليني اقول لك على كم الاخطاء اللي حصلت في 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 في, في الاسبوع، بس في اسبوع واحد. اتفضل. الاهلي اتفضل يا دكتور. المفروض انه كاد ان يخسر قدام دمنهور، ده الصدفه بقى ده لحاله دون خساره
من فريق يعني هو في المركز الاخير او قبل الاخير عمال بيلعب على المركزين الاخيرين. في مباراه دمنهور عمل جريده حفنه من الاخطاء لا يمكن لا يمكن مدرب واحد يقع فيها طوال الموسم، ده وقع فيها في مباراه واحده. غير 7 لعيبه في التشكيل الاساسي، جاب لعيبه كانتش بتلعب خالص، حط لعيبه جنب بعضها ما شافوش بعض قبل كده، يعني هما ما لعبوش مع بعض قبل كده ولا مباراه، وانت لسه خسران مباراه قدام المغرب التطواني من مباراه الذهاب. كانت النتيجه ان انت اتاخرت بهدف والمباراه تقريبا خلاص قاربت على النهايه، تعادلت في الدقيقه 88 والجول في الوقت المحتسب بدل الضايع، جول الفوز. بعديها باربع ايام بالظبط في مباراه المقاولين العرب تاني اخطاء بالجمله. لا يمكن مدرب عنده بس مجرد فكر سطحي انه يقع في هذا الكلام. طب بناء على ايه وانت بتعلق المباراه وانا سمعتك قلت ان محمد سالم هينزل يعمل الفرق؟ هينزل يعمل الفرق ليه؟ انا قاعد سامع كابتن حسن شحاته شاف جريده هيغير، قال لا 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 استنى سيبه ما يغير، ده بصوته المسموع اللي احنا سامعينه واحنا بنعلق. سيبه ما يغير. سيبه ما يغير دي عمل ايه؟ طلع محمد رزق، ساب لاعب واحد في نص الملعب في مساحه 70 يارده اللي هو حسام غالي. وحسام غالي كلنا عارفين ومتفقين وده مش حاجه يعني بره التقييم الفني، كان نجم المباراه النهارده، ان هو كان نجم المباراه. بس هو احنا عارفين ان الناحيه البدنيه بتاعته انه ما يسدش في نص الملعب في المساحه ديت بعد ما تطلع محمد رزق. يعني انت ممكن لازم حد يسمع حسام غالي تحط جنبه حسام عاشور هو اللي يبقى السويبر من نص الملعب، يقدر هو يعني يوفر المجهود متقدم يوفر الجهد الكبير اللي ممكن حسام غالي يعمله. اما اجي انا اطلع محمد رزق وفي المقاولين يروح منزل لي محمد ابو شعيشه ومحمد سالم في نفس اللحظه اللي انا غيرت فيها محمد رزق، يبقى انا قلبت المباراه سرعه في منطقه مساحه زي ما قلت كده في المباراه يجري فيها الخيل. كابتن حسن بيقول لك، كابتن عبد الرزاق قال لك كابتن حسن هو ريحني شال عني الحمل. بص هو طبعا كابتن حسن طبعا لعبها معاه لعبه جامده جدا، وراجل قاعد ورا قاري المواضيع شايف الدنيا، ودي اللي هو لعبه المدربين من بره. ازاي هو بيغير؟ هستناه عشان هو اشوف هو هيعمل ايه المرحله الجايه هيعمل ايه. لعبته طبعا، اشتغلت مع كابتن حسن، اشتغلت مع كابتن حسن طبعا، راجل خبره يعني طبعًا. عايز اقول لك يعني ما اقولكش من الخبره طبعا، فهو استغل نقطه ان جريده بي 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 بيعمل كده، فنزله اتنين سرعة جدا. وطبعا الكابتن طارق انا سمعته فعلا توقع الموضوع. طيب اسمح لي كابتن عبد الظاهر، كابتن دكتور، في معانا مدير الفني المغرب التطواني معانا مع زميلنا محمد طه. محمد اتفضل يا محمد، اتفضل. يمكن معايا مستر سيرجيو روبيرا المدير الفني الاسباني الذي تفوق على جريده الاسباني اليوم في التاهل لدور المجموعات. مستر سيرجيو محمد، في البدايه برحب بيه طبعا على شاشه النهار رياضه مع كابتن محمد عباس، وبنهنيه طبعا بتاهله لدور الثمانيه وتفوقه على فريق كبير زي فريق الاهلي. Bueno, te está felicitando por la victoria sobre un equipo muy grande como el Ahli, y te está bueno dando la bienvenida aquí en la canal Al-Nahar con el Mr. Mahmoud Abbas. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo la alegría que tenemos hoy y muy contentos de haber conseguido pues algo tan importante para nosotros como es el pase a la siguiente fase. يعني هو شرف لي انه يكون معاكم النهارده علشان يتقاسم معاكم فرحه الفوز والتاهل اللي حققه النهارده هنا. احنا اكيد بدورنا طبعا بننقل كل ده طبعا عبر النهار الرياضه، كان طبعا عايز اهنيه على فوزه، وكان من وجهه نظره شايف المباراه ازاي، خاصه كمان ان بعد الاهلي ما سجل هدف وكان عنده حماس زياده انه ممكن يسجل الهدف الثاني. Bueno, ¿cómo viste el partido? Y sobre todo que Lali ha marcado un gol y tenía mucha ilusión de ganar el partido. Bueno, ha visto una primera parte donde no hemos estado bien, pero también es verdad que el otro equipo ha estado muy bien. A veces no es tanto de mérito tuyo, sino mérito del equipo contrario. Y después en la segunda parte yo creo que el equipo se ha sabido sobreponer a un duro golpe, que ha sido encajar un gol, y hemos sido capaces de hacer una muy buena segunda parte. Y al final, bueno, yo creo que en el cómputo general de la eliminatoria, pues independientemente del partido de hoy, creo que es justo que hayamos podido pasar y estar ahora entre los 8 mejores equipos de África.
وبيقول انه يعني في الشوط الاول الفريق ما كانش كويس خالص، فريق الاهلي كان احسن، ويمكن فريق تطوان ما كانش كويس، لان يعني فريق الاهلي فرض عليه انه يكون يعني يكون عمله مش كويس يعني. بس في الشوط الثاني فريق المغرب التطواني قدر انه يعني يعمل رد فعل كويس ويقاوم، رغم انه يعني خد ضربه موجعه كمان يعني الهدف الاول، بس بالنسبه له المهم هو الاجمالي في التاهل، يعني مجموع المباراتين، يعني مباراه تطوان ومباراه النهارده، والاهم من كده انه الفريق حقق التاهل، ويعني هيلعب بين الثمانيه الافضل في افريقيا. ايه اللي قالوا بلعبته بين الشوطين خلاهم يغيروا ادائهم للافضل؟ وهل يعني تفوقوا على جريدو الاسباني، هل يعني درسوا قبل كده زي ما قال قبل كده في لقاء او مع وصوله من المطار؟ Bueno, la pregunta es qué has dicho a los jugadores entre los tiempos para mejorar el juego. Y la segunda pregunta es que has estudiado a Garrido, a la manera como juega Garrido para enfrentarle en ese partido. Sí, sin ninguna duda que hemos estudiado el equipo rival como hacemos siempre en todos los partidos. Y en el descanso pues hemos reajustado el equipo, sobre todo en el tema de coberturas, de basculaciones, de poder llegar a zonas de banda donde nos estaban creando la superioridad numérica, crear nosotros esa superioridad numérica defensiva y poder apretar un poquito más arriba, cosa que no hemos hecho la primera parte. هو بيقول انه يعني الكلام اللي يوجهه للاعيبه بين الشوطين هو انه لازم ياخدوا بالهم خصوصا في التغطيه لما يغطوا يعني، وكمان انهم يعملوا تفوق عددي في الاماكن اللي كانوا بيسيبوها يعني بيسيبوا التفوق فيها للاهلي. وطبعا بيقول انه بيدرس اي فريق، يعني مش المدرب بس، بيدرس اي فريق قبل اي مباراه. هل كان عايز ضربات الترجيح ولعب عليها، ولا كان بيفكر انه يحرز اهداف ويخلص المباراه قبل ضربات الجزاء؟ Quería llegar a los penales o, bueno, el objetivo era marcar un gol en el partido o más. No, el objetivo era marcar el gol. Si podíamos evitar los penaltis, al final son una lotería, ¿no? Entonces, si podíamos evitarlos, mucho mejor. Pero al final no es lo que uno quiere, es también lo que uno se encuentra, y más enfrentándote a un equipo del nivel al que nos hemos enfrentado hoy. وقال انه كان عاوز يسجل طبعا، لان مش ما كانش هدفه انه يوصل لضربات الترجيح، لانه طبعا الحمد لله ان الفوز جاء من ضربات الترجيح، بس ده مش كان هدفه، خصوصا انك بتواجه فريق كبير يعني صعب تراهن على ضربات الترجيح. طموحه بعد كده بقى بعد تفوقه على الاهلي، هل على الاهلي بس، ولا يتمنى انه يقدم عروض مشرفه في دور الثمانيه، ولا هينافس بقى بعد كده؟ Bueno, ¿cuál es el objetivo después de pasar al AVI? ¿Es participar solo en los grupos o dando una grande imagen del equipo de Tetuán o ganar el título, por ejemplo? No, nosotros ahora estamos entre los 8 mejores equipos de África y ahora el objetivo es estar entre los 4 mejores, que es lo que nos daría acceso a las semifinales. هو دلوقتي بيقول احنا دلوقتي مع الفرق الثمانيه الافضل في افريقيا، وهدفنا هو نكون بين الفرق الاربعه الافضل في افريقيا، يعني الوصول لنصف النهائي. اعتقد بعد تاهله وبعد فوزه مع الاهلي هيكون اسمه بدا يلمع في مصر بشكل كبير، هل فيما بعد لو جاله عروض التدريب في مصر هل ممكن نشوفه موجود في الدوري المصري، ورايه ايه في الدوري المصري بشكل عام اذا كان يعني عنده فكره عنه؟ Después de ganar al Ali, bueno, su nombre está brillando en Egipto. Puede ser que entrenarse a un equipo aquí. ¿Y cómo ves la Liga de Egipto? No, lo más importante, el nombre que hoy tiene más importancia es el del club, ¿no? El del Mogreb Atlético de Tetuán, y ese es el que tiene más importancia. Y a partir de ahí, pues bueno, yo como entrenador muy contento de haber conseguido este éxito dentro de este club. Y evidentemente pues sabemos que el fútbol egipcio es un fútbol potente, una liga muy potente donde realmente hay buenos equipos, hay muchos medios, hay buenas estructuras, y cualquier profesional pues es verdad que le gustaría trabajar en cualquier sitio, pero yo ahora estoy muy a gusto en el club donde estoy. وبيقول انه يعني الاهم النهارده هو اسم الفريق مش اسم المدرب، يعني الاهم النهارده هو اسم الفريق، ان اسم الفريق هو اللي يتالق، بس بيشوف ان البطوله يعني المصريه والكره المصريه كره قويه بتتوفر على امكانيات
بتتفرج على الامكانيات. وطبعا اي واحد محترف يشرفه انه يلعب في اي بطوله. وهو دلوقتي مرتاح مع فريق المغرب التطواني, مش بيفكر في اي حاجه. اشكره وبتمنى له ان شاء الله موفق. تيزدا غرازيندو y que tengas mucha suerte. شكرا. محمد, يمكن انا معايا اخيرا بس حارس المرمى اللي كان ليه دور حارس المرمى العميد كابتن الفريق, يمكن مبروك النهارده. عموما انتوا كلكم النهارده نجوم صراحه يعني. الله يبارك فيك. جراسيا جيرمان. مبروك. الله يبارك فيك يعني. شفت ازاي النهارده المباراه؟ يعني المقابله اليوم كانت صعبه لان لعبنا مع فريق يعني صراحه فريق قوي, فريق الاهلي, رغم انه يعني خرج من المسابقه الا انه فريق قوي ويحترم ولو يعني سمعه كبيره في افريقيا وعنده بطولات يعني كثيره في افريقيا. احنا لعبنا المقابله واحترمناهم كثير, وطيله المقابله يعني احنا مركزين على هذه المقابله هذه. واظن يعني طموحنا يعني بطموحنا الكبير استطعنا يعني نتاهل ونأس الاهلي. اعتقد خروج فريق الاهلي على ايديكم, اعتقد ده هيديكم طموح بعد كده انتم تكملوا دوري المجموعات وتعملوا حاجه يعني. فبالفعل فاحنا يعني طموحنا كبير, ودلوقتي يعني زاد كبر طموحنا لان يعني اقصينا فرق كبير, فرق يعني نادي القرن في افريقيا. الان يعني ننسى يعني اللي فاز يعني ونفكر في اللي جاي ان شاء الله. يعني اللي بيستنانا يعني شيء كثير, يعني دور المجموعات يعني بيكون صعب شويه. يعني نتمنى يعني نتحط في مجموعه يعني تكون يعني كويسه ان شاء الله. الله يبارك لكم من هنا, ونتمنى نكون ان شاء الله نكون فريق عربي يوصل النهائي ان شاء الله. ان شاء الله يعني. شكرا. كابتن محمد, دي كانت لقاءاتنا من فندق اقامه لاعبي المغرب التطواني. طبعا في النهايه بنبارك لهم ونتمنى ان شاء الله يكون فريق موفق في الادوار النهائيه. الان بعود اليك الى الاستوديو مره اخرى. شكرا زميل عزيز محمد طه على الانفراد الجميل ده, بشكرك شكرا جزيلا يا طه. وطبعا بنقول لسيرجيو لوبيرا موشاس جراسياس اميجو اديس اميجو كابتن عبد الظاهر, يعني شكرا اديس ان شاء الله عليك. ها كله ماشي. تشكر ابي. لا لا النهارده كلام منطقي ومتكلم. طبعا كلام منطقي, وحد فعلا عارف يلعب النادي الاهلي كويس جدا, قفل عليه مساحاته وبيلعب طريقته معروفه من اول ثانيه في المباراه لحد اخر ثانيه, بيلعب على طريقه واحده ونجح ان هو يطلع بالمباراه لحد ما وصل للمباراه. ومديها 67 جريده بيلعب له الباقي. بس لا هو بيلعب له من اول دقيقه يعني. لو جيت تبص على الطريقه, بص يا محمد, انا شايف ان الموضوع كله ان جريده خسر اكبر سلاح له يخسره اي مدرب في الدنيا, اللي هو لعبتك, سلاحك, فكرك طبعًا. اللي بينفذ لك فكرك, اللي هو العامل الاساسي اللي انت بتبني عليه كل افكارك, ادواتك. انت ممكن تخسر اداره, ممكن تخسر بعض من الجمهور, انما تخسرش لعيبتك. ليه؟ لان انت ممكن تروح لو انت في اي نادي تاني ما كنتش هيتعامل معاك نفس اللي بيحصل من لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي عندها حدود شويه من التصريحات, وحدود شويه من الادب. حبهم للنادي يفوق حبهم حتى للتيم. فعندهم قواعد. انما لو جريده في حته تانية اكيد كان اتعامل معامله اوحش من كده. لكن هو حظه اللي هو بيمرن النادي الاهلي. لما تخسر لعيبتك يا محمد يبقى انت خسرت كل شيء. لان انت معلش انت النهارده خليك مورينيو بس خسرت اللعيبه اللي هي بتنفذ لك طبعًا. بتنفذ لك في الملعب الطريقه اللي انت الفكر بتاعك ما حدش هينفذك في. خاصه انت النهارده حيرت اللعيبه, انت عاوز ايه؟ والله العظيم فين وده فين وده انت منين. عاوز ايه بالزبط. يعني انت عاوز من نلعب بانهي طريقه, نهاجم ولا ندافع, نلعب باتنين راس حربه ولا من غير راس حربه؟ يعني فعلا جريد وصل ان هو حير الناس كلها. كان بيعمل بيفكرني كده بحد مدرب كان يعمل ايه وعكسه. يعني بيعمل كل حاجه. النهارده طبعا اخطاء زي ما انا قلت لك في الاول فعلا يعني ده. عندك حد هداف يعني بينافس على هداف الدوري, جايب 9 اهداف عمل متح في الدوري المصري, وجايب 2 في الكاس و2 في افريقيا. لا وجايب له الكونفدراليه وكان على اعتاب السوبر افريقيا. بالظبط. فعندك واحد جاب 13 هدف, عندك حد زيه؟ يعني انت عندك في الفريق حد زيه؟ طب باين جدا جدا لاي حد, يعني مش احنا كلاعيبه كوره عاصرنا وعارفينه وفاهمين جدا, انت ليه ضده؟ بص لعيب الكوره بيوصل اللي هو بعد الثلاثينات يا محمد ما بيعوز حاجه من الدنيا الا معامل نفسي, الا معامله بس, ولا محتاج شهره, ولا عماد متعب هيعمل التاريخ اللي نفسه عمله, ولا حسام غالي هيعمل نفس التاريخ,
ولا هيكسب حتى فلوس نفس اللي كسبها. هو بيحتاج معاملة خاصة وحقه على فكرة، عشان بس ما يقولش ان في مدرب بيميز لعيبة على لعيب، لا، في اولادك كلهم زي بعضهم، في ناس عمل للنادي وفي حد لسه بادئ يعمل في النادي، في ناشئ وفي كبير، فكل الكلام ده طبعا بيبقى فيه اللي هو عملية السنس، اللي هو عملية الاحساس باللعيب. ده مش موجودة في الاجانب بصورة كبيرة للأسف، مع الاسف. دكتور طارق، تتفق مع كابتن عبزار ولا تختلف معاه في الرؤى؟ وده برضو الاختلاف يعني مهم. لا طبعا انا بتفق معاه في حته مهمه جدا هو قالها وخدها من على لساني، اللي هي حته ان هو خسر اللعيبه. صح، انك انت بتتكلم على لعيبتك مش كويس هتاخد منهم ايه؟ ممكن تخسر اي حد، هتاخد منهم إيه؟ تتخيل ان مدير فني يطلع بعد مباراه يقول انتوا عمالين تقولوا رمضان صبحي، طب بعدين اللي لعبته يعني انت، طب هيديك ازاي؟ يعني انت بتتكلم على لعيب عندك بامبو، انت عايز تعرف حضرتك لو تفتكر في مباراه المقاولين اللي في الدور الاول لما بامبو جاب الهدف وراح عمل له كده، قال له انت بتعمل لي كده؟ طب اقعد يا حبيبي جنبي. هقول لك على حاجه، بص يعني على الكاميرا يوم ماتش دمنهور ويوم ماتش المقاولين على وشوش اللعيبه، تعرف ان الاهلي بعد ما فقد الفرصه في المنافسه على الدوري هيطلع من بطوله افريقيا. انا كتبت الكلام ده حتى على الفيسبوك والناس اتكلموا، مباراة المقاولين العرب لما تتعلق المباراة اللي جايه صعبه بالظبط. انا ردوا الناس قالوا لي ايه حتى على الفيسبوك، انا عملت بوستات كتير بخصوص الموضوع ده، لان انا كنت يعني متوقع بنسبه تفوق 60-70% ان الاهلي هيخرج بسبب برضو نفس الاسلوب اللي عامل بيه اللعيبه، تعليقاته في المؤتمر الصحفي ده. انا اخسر اي حد في الدنيا زي ما قال الكابتن عبد الظاهر، يعني انا لما طالع معقولة انا اقول انتوا بتقولوا ان انا العب ده؟ طب اديني لعبته، يعني معناها ان انا ايه؟ ما لعبته هو ما بيعملش حاجه. يبقى اللعيب ده هيديك ازاي؟ ازاي لعيب انت بتتكلم عنه قدام الناس وهيديك هدي لقطه مثلا اللي فرحوا الفرحه دي عماد متعب وخلاها تنطط في الهواء وعمل فيها اكروبات ماتش الكونفدراليه. بس انا هقول لك بقى يعني اتفضل عشان نقيم مدرب. اتفضل. في عوامل عناصر، الكابتن عبد الظاهر هيتكلم برضو على الحته دي، عناصر انت تقيم بيها مدرب. اما تيجي تقيم مدرب مش هتيجي مثلا بعد ما تشين تقيمه، لا طبعا، لا بس بتقيم جديد. لما لاعب كام بقى؟ عارف النهارده لاعب كام مباراه؟ انت عندك 40 مباراه، 40 24 المعدل بقى، قول لي بقى المعدل والمرحله البياني بتاعه والصعود. 24 مباراه في الدوري ولاعب 7 في البطوله الكونفدراليه السنه اللي فاتت، خد 3 من دوري المجموعه و2 سيمي فاينل و2 فاينل، يبقى 24 و7 كام؟ 31 ولاعب 3 كاس مصر، 2 السنه اللي فاتت اللي هم قدام النصر وسموحه اللي خسر فيه وخرج من الكاس وماتش السنه دي اللي هو بتاع كهرباء الطارخه اللي صعب بيه لدور ال 16. ادي 3 و31، يبقى 34 و4 في دوري ابطال افريقيا السنه دي، الاثنين بتوع الجيش الرواندي والاثنين بتوع المغرب التطواني، يبقى 38 ومباراه سوبر مصري وسوبر ومباراه سوبر افريقيا، ادي 40 مباراه بالظبط. مش عايز تقيم مدرب بعد 40 مباراة؟ 40 مصيبة عملهم في ال 40 مباراة، كل مباراة لهم يعني مصيبة. تقييمك لل 40 برضه عشان اروح لكابتن عبد الظاهر في نفس السياق ده. هجاي لك اهو. ايه هي العناصر اللي هتقيم بيها مدرب؟ نمرة 1، المدرب ده ايه الشكل اللي غيره في التيم؟ يا اخي ده انت الكابتن حسن شحاته راح المقاولين النهارده تاني يوم شايف شكل مختلف. ده حقيقة طبعا. طارق العشري عمل شكل الفرقه امبي. شوف انت دلوقتي كهربا مع احمد جعفر اللي قعدوا للنجوميه مع قعود، بيعمل تدوير، عمل تدوير اللعيبه مع احمد رفعت حتى لما بينزل دوره ايه، صلاح عاشور من تحت بيعمل ايه. شوف انت صلاح سليمان اللي هو كان باك اما حطه في نص الملعب، يبقى انت الاول شكل التيم. 2، اما تيجي تغير مكان لعيب من مكان لمكان وتعمل منه نجم، شوف حماده صدقي عمل ايه، شوف مهاب سعيد مين كان يعرف مهاب سعيد عليك. بقى نجم. انا قلت كان بالظبط، انا قلت للكابتن حماده السؤال ده وهو ضيفي هنا، قلت له مهاب سعيد بتاع دجله مش هو مهاب سعيد بتاع الاسماعيلي. اسمع مهاب سعيد ايه؟ حطيته تحت راس الحربه وفي وقت معين بتحطه يمين. حسام عرفات ده اللي بيلعب بقاله 100 سنه ما بقاش نجم غير السنه دي. ستانلي ده دودو الجباس، شوف عمل خلق توليفه، عمل منها شكل للتيم، غير مراكز لعيبه. يبقى الاول شكل التيم، حطيت لعيبه ووظفتهم ازاي، وبعد كده بقى ايه تعاملك مع المباراه. هو اشتكى ليه من كسره لاعبين؟ بعد اذنك يا دكتور، التلات حاجات دكتور فشل فيه دكتور. ده ساب سموحه تيم عالمي. ساب سموحه يعني بص هو ماشي من فريق ساب فرقه بتنافس على الدوري. ده خالد القماش مع الشرطه، الشرطه 7 لعيبه يمشوا وتاني سنه 4 لعيبه، يعني تيم كامل مشي.
طبعا الشرطه مع انصاف اللاعبين بعد ما مشي النجوم كلهم صلاح ريكو وخالد العندور طبعا تيم في منتهى الجمال على الماتش رائع قدام انبي هو ده هو ده الشكل نمره 3 بقى ازاي انت بتتعامل مع المباراه يا اخي ده تعامل مع المباراه ان انت في ماتش المقاولين ده يدرس في كيفيه ان مدرب عايز فريقه يخسر يعني انت امسك ماتش المقاولين ده ندوله الاوسكار يعني ازاي قول ازاي مدرب يقعد يجد كل الوسائل انا حاسس بجمال النادي وهو النادي الاهلي وهو بيغير له لا بلاش ده يعني بص والله العظيم يا محمد بلاش ده لا بلاش ده لا اعمل كذا يعني الناس البسيطه اللي هي مش فنيه الناس اللي هو ما عندوش بقول لك حاجه انا متابع ما اعرفش التقرير ده كان فين حد بيقول له يعني اللعيبه اللي طالعه من كابتن فتحي مبروك السنه اللي فاتت ابني عليهم فريق زي ما انت قلت في الاول بالظبط يعني هقول لك على حاجه اما جه كابتن فتحي مبروك وفتره حساسه جدا عارف ايه الفتره الحساسه الاهلي فقد يجي 11 لعيب وايه لعيبه ايه ده ابرز النجوم من النجوم في تاريخ مصر الواحد بهم وبعدين الباقيين جه فتحي مبروك لقى نصهم مصاب فراح عامل ايه خلي بالك فتحي مبروك لما جه راح جاي اخر مباراه في دوري المجموعات السنه اللي فاتت راح منزل لك بقى مين بامبو ورمضان صبحي رمضان صبحي ده كان لعب يا دوب 20 دقيقه كده في ايام محمد يوسف لعبه في البدايه ولعب كريم بامبو ولعب ريزيجي. محمد حسن في نص الملعب ولعب الواد سيد الشبراوي ولعب تريزا بقى يعني نجم مصر تريزيجيه كل المجموعه دي فجاه لقيت تيم مختلف تمام خد بالدوري وبعدين خد الدوري النهارده مش بعد 72 ساعه جايب لي الراجل جريده ده جريده يمسك التيم الاهلي طلع الاهلي من الكاس طلعنا فاصل يا عم عشان جريده ده الكلام هيطول فيه يلا هو نطلع فاصل نطلع فاصل يا جماعه نطلع فاصل رجعكم تاني بعد الفاصل معانا اثنين من ضيوفنا الكبار كابتن عبد الظاهر السقا ودكتور طارق الادور كابتن عبد الظاهر انت كنت بتتكلم معايا ومع الدكتور طارق على بدايه الهجمات لازم اللعيب عنده سنس وبيبدا هجمه ازاي او لاعب خط الوسط سواء المدافع او المهاجم ازاي تطلع الكره من رجله صح هو طبعا دي عدينا مرحله اللي هي مرحله التشكيل وخلاص خلاص واحنا زي ما بنقول خلاص اتجبرنا على التشكيل ده خلاص لكن التشكيل فيه غلطات كتيره جدا لكن احنا لو قلنا عن بدايه الهجمه او ان انا جاي بلعب في ملعبي وعايز اكسب انا يعني أنا زي ما احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم انا خسران ستة خارج الكوره بره الكوره يعني هم؟ سعد سمير وشريف حازم اولا ما لهمش دور في اي بناء هجمه ما لهمش اي دور خالص تماما هو راجل بيجيب الكوره من شريف اكرامي بينزل له حسام غالي في رجليه يعني في رجلي انت عارف لو اديله مساحه شمال ولا يمين الموضه دي خلاص ما عادش كنت خلاص انتهت خلاص يعني خلاص قديمه قوي قديمه قوي يعني لما اتفرجنا على الدوري الاوروبي طبعًا. بقينا خلاص وبعدين خلاص لازم انت كنص ملعب حتى لو ديفندر تاخد له مساحه على الاقل تضرب فيه تضرب راس حربه تطلع واحد او اثنين من الخصم بره اللعب لكن بزبط. هو بيبقى حسام عاشور وحسام غالي وسعد سمير وشريف حازم الاربعه بالظبط الاربعه دول بيحضروا الهجمه طيب بيحضروا الهجمه لمين لعبد الله السعيد وعبد الله السعيد ما بياخدش ورا اي مدافعين حتى ده عبد الله السعيد برضه بياخد من بعد كوس نص الملعب فاذا انت الخامس جه معاك وكده كده وليد سليمان ما بيزيدش ابص بص خلاص يعني اهو خلاص دي بص عبد الله خدها عايز يروح وهيشوط من هنا خلاص دي المساحه بتاعت عبد الله اللي بيلعب فيها اللي هي بيلعب فيها حسام عاشور اللي هي بيلعب فيها حسام غالي اللي بيلعب فيها رزق دي المساحه فاذا اربعه بيلعبوا في نفس المساحه ممكن الاربعه دول اختصرهم في اتنين يعني بص وتستفيد بالاتنين في اماكن ثانيه بالظبط حسام بص بص لقدام وده نادر من حسام يعني اللي حصل ده ولولا الراجل يعني بنحييه فعلا اللي هو باسم علي من ناحيه اليمين اللي هو كان بيطلع عن المضمون وبيطلع عن اي تقاليد للباك رايت وراجل الراجل قطع في ظهر المدافعين زي راس حربه الثاني اللي هو بيقطع ما شفتهاش من مؤمن زكريا ما شفتهاش من عبد الله السعيد اللي هم المفروض يعملوا كده ما شفتهاش من رزق شفتها من الباك الاخير فاذا الراجل ده عمل كده من نفسه ما فيش مدرب يقول لباك يعني بص يا محمد في نقطة مهمة جدا مفيش مدرب الهجمة مش من ناحيته يروح يكمل راس حربة كده الا ده من نفسه مش من حد تاني الكابتن حسن حتى بيعمل دي في المقاولين في احمد عادل بالظبط الجديد اللي هو بيلعب معاه السنة دي
احمد علي شو انا اسف احمد علي بيكمل دايما. بص ده محمد بص معلش المخرج بس رجعها لنا. رجع يا كريم. انت حاطط الناس في نص ملعبه وهم بيلعبوا فعلا زون ديفنس تمام. بالظبط. المفروض الراجل باسم علي ده يبقى على خط الكوره جنب حسام غالي عشان يستلم ويروح. الراجل بيلعب راس حربه تاني. ده فكره مدرب؟ لا ده راجل قلبه عايز يروح يجيب جون. بالظبط. شاف ان دي ممكن يقطع فيها فراح قطع فيها. ده فكر شخصي، ده مجهود شخصي من باسم نحيه عليه. وصل لمنطقه جزاء مش حتته بقى. وصل مش عارف هنا اعمل ايه. من مره واحده اخدها على صدر قبل ما تيجي. حساسيه المكان والموقف اللي هو فيه مش عارف فتلخبط هنا. فطبعا جاله دعم، مش عارف مين اللي جاله الدعم هنا. عبد الظاهر تقريبا. وليد سليمان. وليد المنهج اللي جاي. عبد الظاهر اللي شاط دي. اللي شاط وليد. باسم بيزعقله فاقول لهم اعمل ايه بزرق. يعني فاهمني انا بتحرك ازاي يا كابتن؟ بتحرك ازاي؟ بص ده بنحييه عليها جدا. لان مفيش باك رايت يعمل اللي بيعمله باسم ده. يعني لو جاله عايز يعمل كده مش هيعمل اصلا. لا مش هيعمل. وبحيي طبعا حسام عاشور لانه بدا يبص لقدام بدا يباص اللي هو مش للجنب اليمين او الشمال. هو العرض اللي هو الكتري وبنحييه عليها طبعا. من بعد دي ما شفناش حد في منطقه الجزاء غير اللي هي الشوطه اللي هي ونقول القلشه راحت لعبد الله السعيد حطها جون. يعني فين 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 اللي احنا نزعل ان النادي الاهلي طلع. يعني فهمني. طيب انت خدت بدايه الهجمه كابتن طارق، لو انت اخدت تحركات خط الوسط تحسبها ازاي؟ حساباتك. شوف هتلاقي برضه حاجه يعني برضه الدكتور طارق اتكلم عليها من خط النص. انا عايز بس اتكلم على حاجتين. اتفضل يا دكتور. يعني سقطه كبيره جدا في بدايه التشكيل. النهارده بتلعب احمد عبد الظاهر اللي انت مقعده بره التشكيل خالص، حتى مش احتياطي، مش مجري رجله في الملعب. ده حقيقة. ده نمره واحد. اتنين، حاطط وليد سليمان اللي هو احد الاوراق المهمه اللي يعمل لك الفارق اللي تحت على نص الملعب تحت راس الحربه. بالزبط. في الامطار الاخيره في الشورت سبرنت في انه يسدد على المرمى حطه باك شمال. يعني عليه ان هو عشان يشترك بناء على ايه باك شمال؟ هل هو هيأدي دور دفاعي كباك شمال؟ ما أداش. ما فيش هجمات كانت من ناحيته كتير انه يأدي دور باك شمال. هل هو هيعمل لك كل هجمة الميت متر بتوع الملعب كلهم يوصل لقدام؟ مش هيقدر يكمل. ده اتنين. تلاتة، وليد سليمان اصلا بما انه لعيب بيلعب بالقدم اليسرى واغلب التكتيكات الكره الحديثه بتحط اللعيب اللي على العكس. عنده قدم على العكس على اليمين. وهو حتى بيلعب اغلب الاوقات على الناحيه اليمين بعدلته ناحيه الملعب وايمن حفني. نمره ثلاثة بقى. وده بقى مهمه جدا. ان النادي الاهلي حتى في الفتره اللي كانت فيها فتحي مبروك كان عنده سلاح مهم جدا. ايه السلاح بتاعه؟ انه بيلعب لعيبه عندها السرعات في نص الملعب يقدر ينقل لك الهجمه. زي ما قال الكابتن عبد الظاهر وقتي قال لك ايه؟ مين اللي يقوم؟ مين اللي يجري في الحته دي؟ ما هو انا عندي لازم يكون عندي الشادو سترايكرز دول اللي هو يقدر يخترق يوصلك. بص كان عندك كام واحد؟ كان عندك كريم بام يقدر ياخد من اليمين، كان عندك رمضان صبحي يقدر ياخد من الشمال، كان عندك تريزيجيه، كان عندك عمرو جمال حتى وهو راس حربه بينزل من تحت ويستلم. كان عندك خمس ست لعيبه يعملوا السرعات دي. انت النهارده لما حطيت التشكيل ده عبد الله السعيد ما عندوش دي. احمد عبد الظاهر ما عندوش دي. الوحيد اللي عنده ديت ومزنوق مش قادر يأديها لانه لوحده مؤمن زكريا. وبينزل الوحيد ياخدها من تحت، بينزل ياخد الكره من خلاص تحت فبياخدها خط واحد قدام موقف واحد قدام. فانت بتتكلم على نص ملعب باختصار نص الملعب كله عنده مهاره واحده انه بيستلم في وسط الزحمه. مفيش ولا واحد قدر ان هو ياخد في المساحه. فبالتالي انت كان كل الهجمات ليها شكل واحد. طيب. ان عبد الله السعيد بيستلم من نص الملعب زي ما قال الكابتن عبد الظاهر اربع خمس لعيبه كلهم يقدر لعيب واحد يقوم بنفس الدور ده. كابتن عبد الظاهر هسالك سؤال وكمل انت اللي انت عايزه. أنا في مباراتين مباراه حاجه بس على وليد سليمان بس لازم نضيفها برضو عشان الناس ممكن تفهم. لما بيكون عندي شورت او نقص في المكان زي الباك ليفت خلاص واحط واحد بحجم وليد سليمان انا كمدير فني بقيس مدى خسارتي ومدى مكسبي صح؟ برافو عليك. كل حتى الدنيا خساره ومكسب صح؟ ايه مكاسبي ان انا احط وليد سليمان هنا؟ لو انا فكرت ان وليد يبدا الهجمه لانه مهاراته عاليه وعشان كده هو اعتمد يا كابتن عبد الله لازم تحط له حد حسام عاشور. اوكي لازم تحط له حد محطه قدامه يطلع عليه اللي هي السلمه. ايوه يكمل معاه ياخد نفسه. عشان كده لما رمضان صبحي نزل سند عليه وبدا عمل اوفرين اتنين. بالظبط خلاص. طيب حجم وليد سليمان اهدره
احطه في الحته دي، ما هو عنده مجهود طالب منه حاجتين، لو قلنا 100% بالظبط كده زي حماده طلبه في نادي الزمالك بالظبط. انا لو عايز اقفل دي بس، وليد على فكره عمل كده النهارده، قفل دي بس، انت ما استفدتش من وليد حاجه خالص، تمام؟ ما استفدتش من وليد. فانت النهارده عايز تقفلها بس، ولا عايز تبني لعبه من هناك، ولا قفلتها هو مفيش غير ولا يبقى بلاي ميكر من ورا. كان ينفع صبر رحيل يلعب طبعا يامن ينفع ووليد قدامه، على اقول لك ينفع سيرد باك يلعبها زي حماده طلبه، يقفلها بس بالظبط. انا عايز الحته ديت مقفوله، مش عايز ابني من هنا مش عايز ابني من هنا حاجه. فاذا طيب الخساره بتاعتي ايه؟ وليد. هو انت عندك كام وليد؟ ان انا عملت فيه، هو انت عندك كام وليد؟ صح. هو انت عندك كم واحد بيخترق جوه، بيفتح لك مساحات، عنده حلول، عنده بيعمل لا دريبلينج، بيعمل السروهات، بيعمل اسيستن، بيحط جوان بكل طيب. حاجه ايه الخساره دي؟ هرجع دكتور طارق، لو كان لعب مثلا على سبيل المثال صبري رحيل ولعب وليد سليمان، وكان لعب تريزيجيه من اول الماتش، تريزيجيه نجم الاهلي السنه اللي فاتت والسنه دي، كان عمل فرق معاه ولا كانت التركيبه ما تنفعش الفارق؟ بص لو رجل الشارع العادي كان يقول لك ان اللي يبتدي عماد متعب، عماد متعب في نوعيه المباريات دي اللي انت محتاج مهاجم، مش لازم يكون انا ممكن اللي يقوم بدور الجري، اللعيبه اللي احنا نتكلم عليها عماد محطه تريزيجيه ووليد سليمان، عماد يبقى المحطه او التارجت. تقصد اللعيبه دول بتوع زمان دول؟ ها اللي فنش بيهم الموسم اللي فات. بالظبط. يعني شاكرين المخرج والله. شكرا كريم، بيشكروك. شكرا كريم. انت لو كريم بس راجع كده إيه؟ كام هجمه من اللي جاب فيهم الاهداف في الدوره الرباعيه النهائيه بتاعت الدوري؟ بص على شكل الاهلي، هات كده جولين ثلاثه من نجوم في شوف. ارجع كريم من الاول بعد اذنك كريم. بص الجول، عمرو جمال وكريم بامبو، عمرو بيسند على بامبو. بص اتفضل معاك يا دكتور، اتفضل. بص السرعات، بص رتم اللعب عامل ازاي. بص بيتفتح المساحات بكام لعيب بيتحرك. بص رمضان جاي منين. وشوف كريم راح فين، وشوف عمرو جمال عمل ايه، عمل الاسيست ازاي. شوف عمرو جمال كمحطه دوره ايه. يعني على فكره عمرو جمال كان بيقوم بدورين، محطه وهو بينزل يستلم من تحت برضه، زي ماتش المنتخب اللي هو بتاع بوتسوانا، اما جاب الجول، اما جاب الجول جه من تحت. طب ما تزعلش بقى، هروح لكابتن عبد الظاهر. يعني ايبي الالماني اسمه ايه، مصطفى، هندري طب صلاح الدين سعيود، عماد طب ما فيش. اجيب لك مثال، نادي انبي بيكسب ازاي؟ لا بيدور اللعيبه كلها، لا بص بصلاح عاشور، لا اصل تدوير اللعيبه بيدي خلي اللعيبه كلهم جاهزيه، في جاهزيه في اللعب. صلاح عاشور اللي هو يعني بقول عليه ان هو من نجوم الدوري السنه دي، اللي محدش شايفه طبعًا. يعني اللي محدش لا معاك، احنا شايفينه، لا المحطه والبلاي ميكر واللي بيسند عليه كله كده، والافريقي بتاعهم اللي هو بيعمل سبرنت من اللي لما كولين، لما كولين ده بياخد البتاع، بينقل الهجمه، بينقل الفريق كله. معاك، عندك هدف الام بي، عندك هدف الام بي، زائد كهربا، هما دول اللي بيعملوا الفريق بتاعك. هو دي الوصلة الهام. صلاح عاشور، عشان ما نظلم صلاح عاشور، عامل دور رهيب. ما انا بقول، رقم واحد صلاح عاشور. بقول لك صلاح عاشور، بتقول صلاح سليمان. لا صلاح عاشور بيبدل بقى قعود على كهربا. صلاح سليمان كهافد فيلدر، قعود كهربا، دول اللي بنقولوا لك الفريق من وضع الدفاع لوضع هجومي. في تطور في اداء جعفر خالص. ما هو بص، هي تركيبه على بعضها. يعني ما ينفعش في الاستوديو، ما ينفعش مثلا محمد عباس يجي مع حد تاني مع الدكتور. يعني بالزبط. في توليفه لو حطيتها تمشي مع بعضها، ممكن انت 50% التاني يعوضها. اقول لك حاجه، مش هو صلاح عاشور بتاع السنه اللي فاتت؟ لا بس كان بيلعب راس حربه لوحده. كان في الشرطه نجم، صح؟ كان في الشرطه هداف الدوري، صح؟ راح نادي انبي، هو النادي، وهي اللعيبه، خلي بالك. لكن مدى توظيفه، هو سترايكر اللي هو المحطه اللي انا ببني عليه اللعب، ولا اللي هو البلاي ميكر اللي هو 9.5 اللي احنا بنسميه؟ ده مدرب، رؤيه مدرب طبعا. شوف، زي ما قلت لك قبل كده، في ادوات او عوامل، عناصر كده تقيم بيها المدرب. لو جيت انت تقيم مدرب بناء على عناصر، زي ما حضرتك بدات الكلام، تحسب بيه، تقول ده مدرب تقييمه. فانا عايز اعرف جريدو ده لو على مستوى الشكل، ده قتل شكل الاهلي، خلى ما فيش اهلي، خلى ده مش نادي الاهلي. لو على مستوى التوظيف، ما حطلكش لاعب واحد اداك كده ان هو بريليانت في المكان الجديد ده، غير، حط مثلا وليد سليمان هنا، ولا عمل كريم بابا، ما فيش، ما عملكش تغيير. ده تغييراته حتى، يعني تغييرات ايه؟ انت مثلا وانت في ماتش المقاولين عايز تكسب، يروح مطلعك راس حربه ويلعب لك اربعه تحت راس الحربه. هو ممكن فرق معينه يلعب لك بدون راس حربه صريح، زي ما كان برشلونه بيعمل،
في وقت كان عنده مين؟ في تحرك في الملعب. أيوة لا إمكانيات. أما يكون عندك واحد زي ميسي، أما يكون عندك واحد زي نيمار، أما يكون واحد عندك زي أليكس سانشيز أما كان معاهم، أما كانت التركيبة دي أي حد في العالم غير برشلونة يلعب بكده أنا بقول عليه مدرب أهبل. ما ينفعش هم دول اتخلقوا عشان يعملوا كده. هو دي تركيبة حصلت، موضوع حصل إن هم وجربت فنجحت، انما تيجي تجربهم على حد تاني، تيجي تجربه على لعيبه ما في عندهاش الامكانيات والقدرات دي بالزبط. فتيجي ايه وبعدين فجاه لما تعوز انك تلعب براس حربه تروح شايل واحد من نص الملعب، تفضي نص الملعب، فبدل ما انت عايز تكسب خسرت. هو ده بس يا دكتور في حاجه ممكن تخدع الناس، ان انا مالك المباراه. طب ما انت لازم تملك المباراه، لان انت نص الملعب بتاعك اكتر من نص الملعب بتاعه، لكن احنا بنسميه كذاب. طيب يعني ملك مباراة كذاب، يعني ايه كذاب؟ انا باين ان انا ماسك كورة انما ايه فعالياتي، ايه عدد هجماتي، كم اوفر اتعمل، كم فرصة ضاعت منك. هو ده اللي احنا نقدر نقيم بيه اي حاجة. كابتن عبد السلام، سؤال لحضرتك وسؤال للدكتور طارق قبل ما اطلع فاصل. يعني انا راجل كسبان واحد بالعافية وقدرت اعوض النتيجة على امل ان انا العب ضربات جزاء او مطلع راس الحربة زي ما عملت قبل كده، وعمل زي ما قال الدكتور طارق بيعمل كل مرة كده في ماتشاته في الدوري. نتكلم بعد فاصل. يلا فاصل ونكمل مع الدكتور طارق والكابتن عبد الظاهر. رجعنا بعد الفاصل مع الدكتور طارق الأزهر والكابتن عبد الظاهر. كابتن عبد الظاهر قال لك الديمقراطية، يعني ايه يا كابتن عبد الظاهر؟ الديمقراطيه كمدير فني. انا يعني بهزر، انا عارف يعني. انا كمدير فني ببقى ساعات، انا على فكره ما بحبش قوي الديمقراطيه في القياده، يعني لازم تبقى دكتاتور يا دكتور في فتره من الفترات، لازم تبقى حاسم جدا، وساعات تعمل قرار غلط وتصر عليه، تمام، ما فيش ادنى مشكله، لكن كميه الغلطات او كميه الحاجات اللي هو بيعملها بيدل ان هو بيسمعش للجهاز الفني المعاون بتاعه تماما. لان اعرف الكابتن احمد ايوب شخصيا، واعرف قد ايه فكره العالي ونجح مع الكابتن محمد يوسف. وانا قلت من اسباب نجاح النادي الاهلي احمد ايوب وعلي ماهر، لان هم كانوا قايمين سلموا للكابتن فتحي مبروك فريق، وكانوا قعدوا وبعد الكابتن فتحي قعدوا برضو عشان هم ينتموا للنادي. في خبر برضو قالوا لي عليه على يوم السابع او موقع اعتقد الكابتن احمد شوبير قال لك يعني جريده خلاص وكابتن فتحي مبروك موجود. ما تخليها كابتن طارق تشوف لنا الخبر ده. ما بص هو يعني ده مفروض الراجل اللي كان راكب الاول والراجل كان متعايش من الفريق عشان انت ما عندكش وقت، يعني انت هتدخل 3 ايام. ان لازم المدير الفني. على فكره يا جماعه انا يعني رحت كتير جدا بدعوه كريمه من كابتن عبد الظاهر التركية، يعني الناس في تركيا او المدرب كان بيعتبروا كابتن عبد الظاهر ككابتن الفريق، كانوا بياخدوا رايه في حاجات كتير جدا. يعني ما كانش في اكبر من كابتن حسن شحاته. في اكبر من كابتن حسن شحاته. انا مرنت معاه في قطر، الراجل كان يجي في الاوضه يقول لي حط تشكيل. كابتن حسن يقول لي كده حط تشكيل، وكابتن محمد واحد يحط تشكيل حتى لو ما اتخدش بيه، بس انا باخد وجهه نظر ويناقشنا فيه واحنا في الاول وفي الاخر هو رايه. بس بص لدرجه ايه، حط تشكيل، يمكن هو مش شايف حاجه انت شايفها. خلاص. طب ليه المعاونين المحليين اللي هم الناس اللي ايوب وعلي ماهر وكابتن علاء بيبقى قدامهم النادي ليه ما بيقولوش لا لا لا, لا كذا. النادي بتاعهم هو مصلحه، هو اللي زي كابتن احمد ايوب وعلي ماهر، كل الناس دي بتبص لمصلحه النادي اكيد. فانا ما ينفعش المشكله تجيب مننا، فالمصلحه النادي طيب. انما واحد سايق خلاص هو يسوق طيب. تمام دكتور. طيب يا نجمنا الكبير يا مشرفنا كابتن حلمي. كابتن حلمي يعني طب اقفل الموضوع الاهلي عشان كده هنقلي على سموحه. طبعا الحقيقه انا عايز يعني ختم الاهلي اشيد باداء نادي سموحه على فكره. لا اختم الاهلي عشان هروح بعد كده نتكلم على سموحه. انا بس في الختام ان يعني ما فيش كيان في الكوره ولا يا ريت ولا بتاع، بس الظواهر والشواهد كلها كانت باينه ان جريده سيؤدي بالاهلي الى الخروج من بطوله افريقيا. انا كنت ممكن انقذ الموقف ده. يعني عايز اقول لك لو جبت فتحي مبروك او جبت مختار او جبت اي مدير فني مصري عنده معرفه بس ولو بسيطه بلاعيبه النادي الاهلي، كان ممكن في الخمس ست ايام لا كابتن عبد الظاهر خد راي الناس مساعدين كان ممكن في الخمس ست ايام دول يجي ويعدي فرقه المغرب التطواني دي ويكمل في دوري الابطال. لكن للاسف انت في ازمه
اللعيبه كلها كان باين وشوشها ان هي لن تؤدي قدام المغرب التطواني، كان باين اللي قاعدين في المدرجات باين احساسهم، وباين اللي قاعدين على دكه البدلاء باين احساسهم، وباين اللي في الملعب باين احساسهم، كان باين ان الشواهد بتقول ان النادي الاهلي هيفقد الدوري وهيطلع من بطوله افريقيا، كان ممكن انقاذ الموقف، ولكن للاسف عموما هارد لك للنادي الاهلي. مجلس اداره حان الوقت نقول محاسبه من هو المخطئ، حان الوقت نشوف مين الجديد اللي يقدر يكمل مع النادي الاهلي. هارد لك السنه دي الاهلي في الدوري رابطه الابطال حظ. نعم عايز اقول حاجه اتفضل. لا انا مش بختم حلقه لسه، لا انا بختم من النادي الاهلي عشان بس ما نتكلمش عليه. اتفضل. انا شايف من وجهه نظر انا وتعايشي يعني في المرحله اللي فاتت ان ازمه لاعبين نفسيا ومعنويا. تيم النادي الاهلي قادر ان هو يرجع تاني. لازم كل الناس تساند النادي الاهلي في المرحله دي. لانه لو النادي الاهلي لا قدر الله وقع، منتخب مصر وقع. انا دايما ببص لمنتخب مصر، انا شخصيا ببص لمنتخب مصر، لعيبه منتخب مصر. فان احنا نقعد حاليا نساند النادي الاهلي فهو منتخب مصر. النادي انا شايف من وجهه نظري لو في مدرب من النادي الاهلي من اولاد النادي الاهلي يدخل النادي الاهلي حاليا، انا شايف في واحد يقول لك هو معاه عصا سحريه. هو معاه عصا سحريه في الوقت الحالي. وممكن عماد متعب يقعد احتياطي تاني ويبقى فرحان ويبقى كويس، ممكن عبد الظاهر يقعد تاني. فانا شايف التغيير والجراحه مهمه على باوت فيتو برضو. الاهلي يستقر على فتحي مبروك خلفا لجريدو. ان شاء الله ربنا يهديهم للقرار الصواب يعني ان شاء الله. قوي 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 يا جريدو، هتكلم على مين بعد كده؟ توحشني يا غالي. بص ما كده امبارح اول امبارح شفته في احد القنوات، تمام، اللعيبه بتاع المصري بتتصل بيه بمكيده. بص الفرق بقى، ما خسرش لعيبته. تعتقد ان ممكن حد من لعيبه الاهلي دي يتواصل مع ما هو ده بقى اللي انا عايز اقوله. أيوة. ما هو ده اللي عايز اقوله. هل انت خسرت قد ايه وانت ماشي؟ خسرت اداره مش مشكله، انما خسرت لعيبه هي دي الاهم. مكيده اول امبارح احمد سمير بيكلمه بيقول احنا اتعلمنا منك كتير. كابتن مختار لما كسب الماتش الاخير قال لك ده مجهود. برافو عليك. ده مجهود مكيده. برافو عليك. خلاص صح. فالشغل شغل والراجل الفني بيبان حتى لو هو مشى وساب. دكتور طارق سؤال اخير عشان اقفل الموضوع الاهلي، شايف ان مجلس الاداره هيبقى في موقف حرج لو تاخر في اعلان من هو البديل ولا؟ طبعا ده البديل فورا. انا بص هقول لك الحاجه، في وقت كان 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 وقت مناسب جدا وكان هيعدل الاوضاع كتير. يوم مباراه دمنهور، يوم ماتش دمنهور ده بالاخطاء دي بالوضعيه دي بشكل اللعيبه ده بالوضعيه دي، كان لازم انا في يوم دمنهور انا لو مسؤول بالنادي الاهلي نفس اليوم مش لازم فتحي مبروك. طيب. يجي فتحي مبروك عارف هتلاقي ايه؟ سنة. هتلاقي في المباراه اللي بعدها بمباراه المقاولين دي العيال الصغيره دي اللي هيرد لها الروح زي بامبو ورمضان صبحي وبتاع اللي هم عاشوا فتره الدوري السنه اللي فاتت، هتلاقيهم فرقوا كتير جدا. كنت هتلاقي معنويات. طيب. اللعيبه فرقت جامد جدا، كان ممكن النادي الاهلي يظل في المنافسه على الدوري، وكان ممكن النادي الاهلي يا زمان الوقت في الدوري. طب قول الو معانا ابراهيم عبد الخالق وبعدين عقب. طيب. قول الو. الف مبروك يا ابراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام يا كابتن عبدالظاهر. حبيبي الف مبروك يا كابتن محمد. ادي كابتن طارق. اهلا بيك. الف مبروك والله، تستحقوها لانكم انتوا رجاله فعلا، وانت كابتن تيم بجد قدرت ان انت تقف فعلا في المرحله ديت وتوقف لعيبتك في غياب اوكا طبعا الكابتن وكده، فانا بشكرك جدا وبجد انتوا نجوم شرفتونا ورسمتوا بسمه النهارده علينا. وحظكم وحش النادي الاهلي خسر، لو النادي الاهلي كان كسب النهارده كان بقت الفرحه فرحتين يعني. طبعا شكرا لحضرتك على الكلام طبعا الجميل ده. ببارك طبعا الاداره بصراحه، المهندس فرج عامل اكيد حضراتكم عارفين طبعا طبعا اللي هو يعني بصراحه يعني مازرنا في كل حاجه بصراحه، يعني احنا النادي الوحيد يعني المستقر في كل حاجه بصراحه. انا قلتها قبل كده يا كابتن نزار، انا قلتها ان احنا داخلين بطوله افريقيا مش ضيوف شرف، سمعها مش ضيوف شرف. سمعتك ابراهيم قبل كده فعلا. عايز اسالك سؤال يا ابراهيم. اتفضل. انت مرتاح في في المهام الجديده اللي بيديها لك كابتن حلمي؟ مرتاح فيها يا كابتن؟ مرتاح في المهام الجديده اللي عطالك كابتن حلمي، اللي انت بتزيد بتبقى تحت راس الحربه وبتزيد وهداف دلوقتي وكده؟ اكيد طبعا يا كابتن، يعني انا عندي حته هجوميه بعملها كويس. ولا لا بنهار ترسل. فاكيد يعني انا بحب اهاجم على طول بصراحه. بص يا ابراهيم، انا قلت في احد التحليلات كنت بحلل ماتش سموحه، انت بتفكرني بحسني عبد الرب بالظبط. فعلا اول ما بدا كان ديفندر زي ما الكتاب بيقول، حسام عاشور الثاني بيدافع بس، طور نفسه وبدا يزيد شويه بعد الكوس ويشوط ويجرب نفسه، وبدا دلوقتي من عناصر مهمه ومفاتيح اللعب. انت بتفكرني فيه بالظبط.
ربنا يخليها يا كابتن. كمان بجد كابتن بجد. دكتور طارق معاك يا ابراهيم. كمان انا عايز اشيد بيك بحاجه ان انت بقى اي لعيب هاف ديفندر حتى لما بيطور الناحيه الهجوميه دايما بيبقى ميال شويه انه يخش في العمق، يعني يسدد من العمق او ينطلق من العمق. انت بقيت عندك كل الاوبشنز، يعني بقيت برضو بتيجي في الاجناب تلعب كرات عرضيه، بتزيد في الاجناب كمان. يعني انا شايف ان انت كنت في موقف لا تحسد عليه، كان جنبك حمودي وطبعا لولا الاصابات الكتيره على علي يعني فقدت حتى ناس كانوا سندينك. انت لقيت نفسك في موقف ان طبعا افضل نجوم الفريق مشوا، ورغم ذلك قدرت. انا شايف انك انت العقل المفكر اللي قدرت انك انت ترجع سموحه تاني لامجاد العام الماضي. انا بشكر حضرتك على الكلام. طبعا انا طبعا بعد الفوز اولا طبعا زي ما قلت حضرتك الاداره والجهاز الفني الكابتن حماده صيدي وجهازه الفني واللعيبه اللي حضرتك ذكرتها يا ابراهيم. اتفضل يا كابتن. وروح الدكتور اسماعيل فايد. وطبعا روح الدكتور اسماعيل فايد. احنا كنا عاملين حاجه كويسه النهارده الحمد لله، انا ومانجا ما قدرناش نعملها للعيبه بصراحه، كانش في وقت. كنا عاملين له تيشيرتين وبصوره الدكتور اسماعيل طبعا، وكاتبين له احنا حققنا حلمك الحمد لله. برافو عليك النهارده. برافو عليك طبعا. وقلت لحضرتك الكابتن حماده طبعا الجهاز الفني القديم هو اللي عمل الانجاز ده اللي وصلنا للموقف اللي احنا فيه دلوقتي. وطبعا الكابتن حلمي طبعا بخبراته الكبيره والجهاز الفني اللي معاه كمل الانجاز طبعا. فبشكر ربنا طبعا. بس ليه اعتبر كابتن محمد على 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 بعض القنوات والاعلام يعني متابع واتكلمت مع فرج بيه نجم كبير في الاهلي، قال لك يعني الموضوع بالنسبه لسموحه مش هيقدر يكمل، وفي حد تاني في احد القنوات قال نفس الموضوع. المهم انتوا ماشيين بشكل كويس يا ابراهيم، مش عايزين نرجع للتصعيد تاني. انا يعني قليل لما بلاقي مثلا زي برنامج حضرتك مثلا الكابتن كريم بيتكلموا عن سموحه، برضو سموحه بفرقه صغيره فيها عناصر كويسه جدا جدا، او الماتشات بتاعتنا بتتذاع يا كابتن اكتر من 5-6 عناصر في الفرقه، منتخب مصر مستريحين. بص يعني يا ابراهيم بص ما كناش واخدين حقنا يا كابتن. طب اسمع يا كابتن عبد الظاهر. ابراهيم احنا انا كان ليا تجربه في نادي المنصوره في افريقيا، وصلنا تالت وطلعنا من قبل النهائي في افريقيا. كنا نفس تشكيله كويسه جدا، مجموعه كويسه من اللاعبين. هيقابلكم انتوا مع الاسف يعني ما عندكوش اللوب الاعلامي زي الانديه الكبيره، وده لازم تعترفوا بيه. انتوا سلاحكم انتوا بس، فرقتكم انتوا بس، انتوا النادي بتاعكم، وقد ايه انتوا ناس بروفيشنال فعلا، ناس بتفكروني بامبي والانديه المحترمه اللي هي بتطبق الاحتراف فعلا في مصر على اجمل وجه. معاكم رئيس نادي بسم الله ما شاء الله راجل اولا ذهنه متفتح جدا. انا من اكتر الحاجات اللي اسعدتني الثمان سنوات اللي اتلغت عشان هو بس، عشان راجل عمل طفره اسمها سموحة. انا رحت النادي ده وشفت قد ايه هو عامل حاجات عظيمه يعني. في لعبات ثانيه على فكره مش في الكوره بس. فابراهيم انت كابتن التيم وليدر التيم، ما نسمعش كتير. اولا انتوا نجوم كبار جدا، هتلاقي الانديه الكبيره بتتهافت عليكم، والانديه الكبيره كله معروض عليه انديه كبيره من هنا ومن بره، فاللمة بتاع التيم بتاعكم هي قوتكم. المانجا رجع تاني الهاف ديفندر اللي احنا نعرفه الاهلي فعلا هندم عليه بجد أكيد. انا معجب بيه جدا، وان ازاي قعد نفسه هنا يلعب باك رايت يلعب ديفندر بيأدي كويس جدا، وعنصر اساسي معانا كابتن بصراحه، وشايل الفرقه شايل نص الملعب بصراحه في ظل ان انا ما بلعبش نص الملعب دلوقتي. يعني انا كابتن حلمي عشان الاصابات والغيابات بتاعه الجيش انا بلعب وينج شمال يعني تحت الكرة. ابراهيم اشكر جريد واطلب جريد اشكره، هو اللي ادالكم مانجا، هو اللي استعان على مانجا. طبعا مانجا والله كابتن اضافه هو وشكري بصراحه ومصطفى طلعت واحمد توزي، احنا بشكرك شويه لعيبه كويسين السنه دي يعني. النجم ابراهيم عبد الخالق نجم سموحه بشكرك شكرا جزيلا. تمام. بقول له بشكر جدا شكرا جريد صح؟ انا عايز اقول لك على حاجه برضو عشان برضو ما يتوهش في الزحام. سموحه خلي بالك عشان واجه قدامنا عايزين برضو نتكلم على الزمالك سريعا. سموحه واجه اصعب المواجهات. اينبا اهلي مبارك جولي اينبا ده بطل كبير، وبعدين طبعاً. فرقه ليوبار دي كانت بطل الكونفدراليه من 3 سنين بالزبط. يعني ثلاث فرق تقيله، ربما مثلا اصعب من الفرق اللي واجهتها الاهلي الزمالك في مليون في المية. يعني 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 اصعب من الجيش الرواندي والمغرب التطواني اللي قبله. لا كابتن عبد الظاهر سموحه قبل وبعد. سموحه قبل كابتن حلمي طلان وبعد كابتن حلمي طلان. احنا بنحيي الكابتن حلمي طلان وكان نفسي نتواصل معاه. يعني بصراحه عمل يعني كابتن حلمي راجل بيملك ادواته، راجل بيعرف يتعامل ازاي معاه التيم بتاعه دايما زي ما كان. هقول لك صعوبته ايه كمان. ده وقع منه العجيزي
وقع منه صلاح امين وقع منه علاء علي اللي انا كنت بقول السنه اللي فاتت اتظلم ان هو ما لعبش في منتخب مصر السنه اللي فاتت. ده حقيقه. ده كان نجم نجم الدوري اللي فات. ده حقيقة. فعشان كده لما يقع منك ثلاثه بحجم هاني جهزي وصلاح امين وعلاء علي انت ما عندكش حد خالص قدام. فالراجل صمم على موقفه وقال ان ان ان, إن, إن التيم اهم من الافراد. رجع له تاني. رجع له النهارده. رجع له تاني. رجع له تاني واحسن من الاول. علي بيرجع تاني واحسن من الاول وتوظيف احسن من الاول. قدر يوظف مانجا في 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 وادله الثقه في مكانه اللي هو بيحبه اللي هو جاي. مانجا سألنا عنه النادي الاهلي سألنا عنه الاخ جريد اللي هو اعاد اكتشاف مانجا اللي هو كان نسي يعني ايه هاف ديفندر اصلا. ابراهيم عبد الخالق طور منه وقد ايه وقال له انت لا عندك امكانيات لازم تعملها. فتحيه كبيره جدا للكابتن. طيب مطلوب دكتور طارق انا معايا خمس دقائق عن الزمالك اتقسمهم بقى انت كابتن عبد الظاهر. الحقيقه انا يعني عندي امل كبير ان الزمالك ان شاء الله هيواصل المسيره في. انا اقول لك حاجه يعني انا بقى كنت قلقان على النادي الاهلي وقلقان على الزمالك عشان بس انا بقول لك يعني انا لازلت قلقان بس هقول لك الحاجه الفورمه اللي فيها نادي الزمالك النهارده الحاله الفنيه والبدنيه لاغلب اللعيبه اللي هم مرشحين لبدء المباراه وبشكل خاص انا بتكلم على ان الزمالك السنه دي ظهر لنا بوجه عنده الدفاع متميز جدا علي جبر وكوفي او دويدار الثلاثه الحقيقه مقدمين موسم هايل او حتى اسلام جمال لما لعب دايما في ثبات في مستويات الاداء التغطيه التعامل مع الكرات العرضيه التمركز الدفاعي حتى بناء الهجمه يعني حتى دويدار او علي جبر لما بيستلم بيبني يعني عنده القدره على انه يبدا الهجمه ويزيد في الهجمه صح. فالزمالك بدفاعه القوي ده بتنوع اساليب ادائه سواء الاجناب اللي لما بيشتغل عمر جابر لما بيشتغل حازم امام حتى حازم امام لو لعب تحت راس الحربه وما لعبش باك يمين لو لعبوا الاثنين قدام بعض بنظام الدويتوهات في الاطراف بيعملوا الاوفرلاب ازاي مع بعض بيزيدوا ازاي مع بعض هذا الشكل الفني لنادي الزمالك انا شايف انه يطمني جدا على ان الزمالك هيواصل مسيرته في الكونفدراليه وبالذات على فكره دلوقتي مسيرته في دوري رابطه الابطال تقصد لا في الكونفدراليه سوري في الكونفدراليه في الكونفدراليه بس خلي بالك الكونفدراليه السنه دي اصعب ما يروح الاهلي كده وممكن يروح انديه أصعب. تانية انت عندك ايه الوقت اللي وصلوا الافريقي والنجم الساحلي وواري وولفز النيجيري واورلاندو بايرتس ولسه ممكن كمان الاهلي كسبه في نهائي دوري رابطه الابطال بالظبط طبعا هتلاقي كمان هارتس فوك غالبا كمان. هيوصل بكره وهتلاقي الزمالك ان شاء الله يوصل واسك احتمال بنسبه 90% هيوصل اسامي كلها كبيره جدا اسامي كلها هيجي لهم كمان بقى اللي خارجين من دوري الابطال هتبقى بطوله قويه جدا جدا انا اتعشى من الزمالك انا شايف ان نادي الزمالك كمنظومه جاهزه انها تنجح برافو عليك يعني كان الاول معك. كان الاول ما عندناش حته الاداره بالظبط ما عندناش حته الماده ما عندناش حته التيم وورك اللي هي السبب الان اللي احنا حب اللعيبه لبعضيها طول عمر نادي الزمالك عنده لعيبه كويسه طول عمره احسن من احسن نادي فيه لعيبه كمهارات واحسن لعيبه ده لكن كان ينقصه دايما التيم وورك مشاكله ما بقتش تطلع بره فدي جوه التيم في منظر لو شفته محمد بيطلعوا بره بعد المباراه خسرين كاسبين بيتجمعوا اذا الاحتياطي مبسوط لما تيجي تستضيف حد في تعليقاته خلي بالك في حاجات احنا كلاعبي الكوره نفهمها قوي لما يقول لك مش مشكله اهم حاجه نكسب روح الفريق عمر جابر طلع بره خالص طلعوه كتيم ودخلوه تاني واستفادوا منه في اسرع وقت كتيم التيم خلي بالك التيم وبحيي طبعا كابتن اسماعيل يوسف لانه هو قايم بدور رهيب في الحته دي بالظبط كده فعشان كده نادي الزمالك نادي الزمالك قدامه فرصه ارجو الا يضيعها صح اتفق معايا يا دكتور فهو كل اسباب النجاح كتيم كمفاتيح لعب الكره في ملعب اللعيبه يعني الكره الوقت في اللعيبه هي لازم تتفوق بقى على نفسها افريقيا محليا لازم يفرزوا لنا كتير قوي في منتخب مصر في الوقت الحالي اللي ساعات فريرا برضو بيعمل حاجات باسم علي ما بيلعبوش بيلعب فرود واحد وفي في ماتشات مفروض يكسبها بيلعب معروف ساعات ومعروف بس عشان البدائل كتير مش حاسس بيها بس عشان كده فعشان كده انا بقول يا رب يا رب ان شاء الله يقدر يساعدنا طيب بكره ان شاء الله دكتور طارق شرفتني ونورتني
ربنا يخليك، وانا سعيد ان انا كنت معاك. وانا كمان كابتن عبد الظاهر شكرا. شاكر جدا وسعيد ان انا كنت مع الدكتور طبعا. طب يعني نتمنى اللقاء ده يتكرر، لان كنا احنا متفقين على فشل حلقه خاصه بفشل المدربين الاجانب في مصر، لكن الاهلي والزمالك وسموحه خدونا في تحليل شيق جدا. ان شاء الله نتواصل معكم الاسبوع الجاي او الاسبوع اللي بعده، برضو معنا كابتن عبد الظاهر او كابتن طارق الادور. في الختام طبعا بشكر الاعداد والتنفيذ واسلام صادق ومصطفى نوير وعبد الحكيم وحمد رشيد وكوان كريم جابر ومحمد سمير واسلام فرج ومحمد شحاته وزميلنا محمد طه اللي عملنا لقاءات مميزه جدا من فندق المغرب التطواني. اشوفكم الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من حصاد النهار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.